نفذت التواصل للتنمية الإنسانية صباح اليوم مشروع إيواء نازح الحديدة بمنطقة الرباط بمحافظة لحج بحضور محافظ الحديدة الدكتور الحسن مطهر ووكيل المحافظة ورئيس اللجنة الإغاثية الأستاذ جمال بالفقيه. تضمن المشروع توزيع 150 حقيبة إيوائية استفادت منها 150 أسرة من النازحين من محافظة الحديدة في لحج، إضافة إلى عيادة طبية ميدانية تخدم النازحين صحيا. ويأتي هذا المشروع بتمويل من الرحمة العالمية بدولة الكويت الشقيقة، وكانت مؤسسة التواصل قد نفذت خلال أسبوع حملتين إغاثيتين وإيوائية لنازح الحديدة بعدن ولحج. جينا اليوم لتدشين ما تفضلوا به إخواننا في دولة الكويت، ممثلة بجمعية الرحمة والعالمية، وهي طبعا جمعية مشهود لها بالعمل الخيري، وإخواننا الكويتيين عموما مشهود بهم بعمل الخير ليس في اليمن، في اليمن وفي كل أصقاع العالم حقيقة. يعني ما تقدمه اليوم جمعية الرحمة عبارة عن بيت مصغر، يعني من أدوات الإيواء، يعني من فرش ومخدات وأغطية وناموسيات وأداة الطبخ وما إلى ذلك.